اهلا اهلا بيكم معنا مره تانيه. طيب خلونا زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل، احنا عايزين نقعد نتكلم شويه على ايه؟ على اليات العمل الجمركي، وبالتحديد تطوير اليات العمل الجمركي. خلونا نرحب بضيفتنا داخل الاستوديو دكتور منى ناصر، مساعد وزير الماليه للمتابعه والجمارك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ايه نوع التطوير اللي بيحصل دلوقتي عندنا؟ اول حاجه ان احنا بنعمل ميكنه، احنا جزء من التحول الرقمي، فزي ما مصر بتتغير الجمارك حته من الحكومه، احنا كمان بنتغير، فاحنا بنحاول نواكب التحول الرقمي. كانت مشكله كبيره بتهيألي عندنا في الجمارك او في الحكومه عموما ان احنا نحصل على معلومه نقدر نبني عليها قرار. بالميكنه ما بقاش عندنا المشكله دي، لانك بتطلب رقم بتلاقيه زي ما هو، وما بتطلبه تاني بتلاقيه هو هو ما بيتغيرش، لانك ممكن تطلب بيان ما موظف بيجمعه بشكل، موظف تاني بيجمعه بشكل، كل واحد بوجهة نظره، كل واحد بياخد اكسبريشن معين وبيترجمه بطريقته. لكن الميكنة ما عادش فيه كده، هي زرار وبتدوس بيطلع لك تقرير. اما تيجي تاخد قرار على اساس الارقام اللي موجودة بيبقى قرار سليم، ما تبناش على حاجة غلط. دي بالنسبة لنا احنا حاجة مهمة جدا، انك تبقى شايف الجمارك بتمشي ازاي، شايف اداء الناس اللي حواليك، مش لازم تروح المكان علشان تعرف هم بيأدوا ايه. ان من المكتب كل واحد من المكتب عنده، كل قائد يعني موجود في المكتب بتاعه يعرف يفتح شاشات يشوف اسكندريه بتشتغل ازاي، يعرف يمشي وراء شخص بنفسه، يعني يقول مثلا وظيفه المتمن يعرف يطلع اشطر واحد فيها، يعرف يطلع اكتر واحد او اقل واحد بينزل بينجز شهادات، فيبقى دول المجموعه اللي محتاجه تدريب. في شهادات معينه ده حد بيجري فيها، بس في نوع شهادات تانية بيبقى بطيء فيها، فاعرف اوظف الناس اللي عندي كويس، ان انا اخليه في الحاجه اللي هو عنده فيها ملكه، عنده فيها خبره، يبقى اوظفه في المكان ده. زي كده خطوط الانتاج هو اتقنها، فالدهاله يجري بينا عشان يوصلنا للزمن الجمركي الأسرع، وبالتالي في الآخر تأثر على المستهلك الأخير اللي كل تكاليف الشحنة بتصب عنده هو في الآخر. صح. طيب يجي هنا السؤال، وإحنا بنشتغل على الرقمنة والميكنة وما إلى ذلك، هل أنا الناس بتاعتي اللي بتشتغل على ده هي جاهزة؟ جاهزة بالعقل وجاهزة بالشخصية وجاهزة بالتدريب؟ لأنه ساعات ببقى بدربك بس انت مش عاوز، في ريزيستنس، في مقاومه. طبيعي التغيير حاجه تخوف كل الناس، بس في حد بياخده تحدي وفي حد بياخده مخاوف. انا احب اخده تحدي كويس، واحب انشر الثقافه دي في وسط الناس اللي بشتغل معاها، والناس كلها بتستجيب. استجابتهم كلها مش بنفس القوه ولكن بتستجيب. في مرة انت بتبقى الدنيا يلا يا جماعة، بتاخد اول مجموعة كده مستجيبة لوحدها، في مجموعة تانية بتضغط شوية، في مجموعة تالتة بتضغط شويتين، في مجموعة رابعة لا بتيجي يعني بقى ايه بطرق ضغط، ما بتبقاش يعني ما بتبقاش حاجة سهلة. ولكن انا مع ان اي تغيير بيحصل لازم هيبقى له مقاومة، ده حاجة طبيعية. لكن في حد بيقاوم عشان يقاوم، وفي حد بيقاوم عشان تطمنه. فاحنا المفروض بنعمل رسائل تطمين في الاول، احنا ما نزلناش بالسيستم الجديد حاجه منزله كده ويلا اشتغلوا، احنا قعدنا وقت طويل ندرب، ما فيش حد اتدرب مره واحده، يعني اتدربوا مره واثنين وثلاثه، وبعد ما اتدربوا بقى الفنيين قاعدين معاهم في المراكز موجودين علشان يدعموا في اي حاجه تقع، في اي حاجه تواجههم ما اتدربوش عليها، في اي حاجه بينهم ما فهموهاش صح لاي سبب من الطرفين. يعني ممكن وانا بدرب ما كانش في دماغي حاجه معينه، على ارض الواقع ما حصلت تخليني ممكن اعدل انا من نفسي. فاحنا ممكن كمان نكون دربنا بطريقه ونعدل طريقه التدريب بعد كده علشان اطمن ان اللي قدامي الطريقه دي مناسبه للواقع العملي. طيب جوينج ديجيتال او الرقمنه دي على كل القطاع بتاع الجمارك ولا انا واخده بشكل تدريجي؟ بص يا فندم، على كل الشهادات الجمركيه الجمارك الصادر والوارد اللي بيدخل لنا واللي بيطلع من عندنا، اللي بيطلع من عندي ده كله. اه طبعا خلاص، ما يمكن احنا
ده لو اي سي اي صح؟ نافذة وبتشتغل دلوقتي بنظام الاي سي اي. لو تسمح لي بسرعة أقول إيه نافذة وإيه؟ بالعكس ده أرجوكي، الناس كلها بتسأل عليه. ماشي. نافذة اللي هي الشباك الواحد اللي احنا بنسميها الشباك الواحد. زمان كانت الناس بتاخد ورقة تبتدي كده إيه الصبح تروح المينا تاخد الورقة تكتب بياناتها بقلم وتعدي بقى على شوية شوية من الموظفين في كل جهة. طب هو احنا الجمرك بس اللي بيبص على البضاعة؟ لا، جمرك وراه 52 جهة. الحقيقة ال 52 جهة دول معالي الوزير نجح في ان هو يعني يوجد قناعة لدى الحكومة كلها ان كل وزير تحته اكتر من جهة يجمعهم في جهة واحدة. فمثلا وزارة الزراعة كان وراها اعتقد 11 او 13 جهة، فبقوا في جهتين اتنين، حجر بيطري وحجر زراعي. فاختصرنا وابتدينا نشتغل على كل جهة كده نشوف يعرفوا يمركزوا شغلهم ازاي. اختصرناهم قد ما نقدر وابتدينا بقى نشتغل مع بعض. طيب الراجل اللي بيدخل بياخد مني انا امضى وبياخد ختم، وبعدين مش الختم بتاعي بس، في ختم المينا وبعدين في ختم النسر وبعدين في ختم الموظف، وفي واحد مكسل يمضي فبيختم برضه يعني يعمل له وبتاع. حضرتك لما تشوف الورقه بتاعت الشهاده الجمركيه زمان ليها خريطه، ما اعتقدش حد كان بيعرف يقرا عليها ايه خالص. الموضوع يعني ما يعني خطوط دكاتره يعني بتبقى خالص صعبه. خالص عشان انا جربت ده. وفي ايه بقى؟ يا ريتني كنت بستورد حاجه. ده انا جايب ليج بريس كانت من كام سنه لابني عشان رجله، فعلشان اخدها واركبها لابني في البيت شهر وكسور قاعد عمال بمضي واختم ومحدش متقاعس. ده كده بسرعه علشان خاطري بالحب يعني ده لفيت لف. ما يعني بص حضرتك انا ما اقدرش انكر الكلام ده كان موجود قبل 2019. الكلام ده كنا 2017 اظن. قبل 2019 الحقيقه الوضع كان كده، لغايه لما يعني فعلا المواضيع بقت تقيله قوي، فكان الفكر لازم بيزقنا للتطوير، وده اللي خلانا نعمل نافذه او ان احنا نقتنع بالفكره دي. فنافذه دي بقى بتعمل زي مراكز لوجستيه، مكان يليق بالموظف الحكومي كما يجب أن يكون من ناحية الشياكة والنظافة وكل حاجة. كل واحد ليه مكتب، كل واحد ليه تليفون، كل واحد ليه كرسي سليم نظيف شيك، في صيانة دائمة. فأنا خلقت له بيئة عمل تشجعه على الشغل والإنتاج، تخليه يحس إن هو جاي مبسوط بقى، مش طبعا. جاي يعني يعني خايفين على الكرسي، مين اللي هيقعد النهاردة على الكرسي. فدي برضو كانت يعني طبعا. ف ايه بقى وظيفه المركز اللوجيستي ده؟ حلو. المركز ده كانت الناس بتروح تقدم فيه، عاملين صاله متعاملين تحت وشباب كده يعني اما تدخل تلاقيهم يعني تفرح ان يعني في شباب حلو كده تعينوا، دول تبع الشركه المنفذه مش تبع الجمرك. كانوا ثلاث مراحل، في واحد بيستلم الورق بتاع كل الجهات، ما بقاش بتاع الجمارك بس، كل الجهات ياخد الورق ده ويديه لزميله اللي وراه اللي بيعمل له سكان، لزميله اللي وراه اللي بيجمعه في شهاده يراجعه بسرعه تمام يقفله ويطلع بيه للجمرك اللي ما عادش حد يشوفه تحت. فانا كده فصلت الموظف اللي بيتمن وبيعتمد الشهاده في المرحله اللي هي بتاعه انهاء الاجراءات، انه خلاص ما بنبقاش متقابلين، ودي حاجه برضو كانت مهمه طبعا لاسباب كتير. فحافظنا على الجزئيه دي. كم مركز عملناه؟ عملنا 14 مركز، أخدنا كل الجمهورية طبعا يعني من أسوان لغاية اسكندرية، مرورا بقى طبعا بالدخيلة وبورسعيد والسخنة وكل ودمياط، كل ده بقى فيه مراكز لوجستية. لما جت فكرة الـ ACI هي بقت نافذة دلوقتي، خلاص ما بقاش فيه الخريطة بتاعت الورق. الورق ما طلع للجمرك كله بقى مميكن، الناس من موبايلاتها تعرف تدخل وتعرف شهادتها وصلت لفين، تتبعت له رسالة، الرسالة بتاعتك اتفتحت، حضرتك تعالى بكرة عندك ميعاد كشف هنفتح الحاوية. بيجي ويفتح الحاوية بلجنة مشتركة، مجموعة من كل الجهات ينزلوا في نفس اليوم يشوفوا الحاوية علشان تتقفل ما تتفتحش تاني وما تباتش مفتوحة. كويس. ما تتفتحش تاني عشان هو ما يتكلفش، وما تباتش مفتوحة عشان برضه ما يتكلفش. صح. مصطلح رائع. تمام. فده كان نافذة. واحنا بنشتغل
بنفكر طب احنا ازاي نطور تاني. طيب ممكن استأذن إجابة ازاي نطور تاني دي ولكن بعد الفاصل. الجملة الشهيرة بتاعت اي تلفزيون خدتوا بالكم عشان ما تباتش مفتوحة، لانه دايما في مصطلح يقول لك بضاعة اتلفها الهوى. يحيى شاهين ده حاجة مهمة جدا بين القصرين حتى لا يتلف الهوى البضاعة. فاصل ونكمل الكلام مع دكتور منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة، حاجة مهمة جدا، والجمارك. طيب خلونا نجدد الترحيب بضيفتنا العزيزة دكتور منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة والجمارك، وكنا وقفنا عند جملة طب وهنطور ايه تاني. تمام. احنا لقينا ان الناس بتيجي ويبقى في زحمة تحت برضه، يعني بالشياكة وكل حاجة وعاملين لهم كراسي حلوة وتمام، بس في الاخر الناس زي البنوك بقى كده برضه بتشتكي ان لا في زحمة. طب يا جماعة الناس دي بتيجي ليه؟ بتيجي عشان تقدم ورق. طب خلينا ناخد الورق ده اونلاين، بس عشان ناخده اونلاين القانون بيقول اصل ناخد الورق اصل. فجت فكره الاي سي اي. الاي سي اي اللي هو التسجيل المسبق للشحنات. أيوه. تسجيل مسبق للشحنات يعني المصدر اللي بره يحط الفاتوره اللي هو مطلعها، فاتوره هيكليه تدخل على السيستم اقدر اعمل عليها عمليات، والبيل اوف ليدنج، كل بقى يعني كل الورق اللي المفروض يتحط من بره يتحط على بلوك تشين اللي هو الكارجو اكس، واخده انا بمصداقيه. هو المفروض القانون بيقول ان المستورد هو اللي بيدرك، فاللي بيحصل ايه؟ المصدر بيحط المستندات ويملى البيانات ويبعت على نافذه، بيبعت على كارجو اكس، وكارجو اكس بتبعتها على نافذه، نافذه المستورد بيدخل يقول تمام البيانات دي سليمه كويس، عاوز يزود حاجه، عاوز يشيل حاجه، وبتوكن علشان تبقى الدنيا متامنه جدا. هنا كده انا ببتدي شهاده جمركيه. حلو. واقدر ابتديها قبل ما البضاعه تيجي. طبعا انا عايز الورق، فبوفر وقت. بوفر وقت كتير. طبعا كتير. والبضاعه اما بتيجي انا كمان ببقى خلصت في مرحلة اولى، يعني الناس اللي فتحت شهادة جمركية او قالت يلا افتح شهادة، يعني هو صاحب القرار خدنا المستندات بتاعته وتمام شايفينها، هو عنده زرار يدوس عليه يقول ارسل للجمرك. كلمة ارسل للجمرك يعني انشئ شهادة. حلو. نشأ شهادة نعرف احنا نراجع مستنديا احنا والجهات الاخرى. كويس. راجعنا وخلصنا مستنديا مخلين الورق، تيجي البضاعة لو هي مطابقة للورق تطلع على طول. لو هو بقى ما قالش ارسل الجمرك واستنى البضاعة اما تيجي، الوقت طول. اما البضاعة تيجي هياخد الاجراءات، فطبيعي انها تاخد بقى ايه وقت. طبعا. يعني بس برضو بعيد خالص عن الشهور عن والكلام ده نهائي. نهائي. احنا يعني احنا في مواني بتعمل يوم ونص. بس في مواني بتعمل 4 ايام، في مواني بتعمل 3 ايام. اوكي. كل مين على حسب الكم اللي عندها ونوعية الشهادات اللي عندها. احنا لما بنيجي نطلع بقى كمان المتوسطات بالاي سي اي ده، في حاجة كمان مهمة جدا قبل المتوسطات، ان احنا معالي الوزير طلع قرار ان احنا نقبل المستندات اللي جاية الكترونيا كأنها الاصل اللي احنا عاوزينه، يعني مش مستنين الورق يجي لنا بالبريد. خلاص الورق اللي جاية الكتروني دي هي الاصل. كويس. الوضع كان بيحصل ايه؟ الاول كنا بنشتغل بالصور وتستنى قبل الافراج لغايه ما الاصول تيجي، تبتدي مش هتطلع البضاعه تخلص الا لما يجي الاصول الاول. يجي الاصول. دلوقتي لا، الموضوع ده انتهى، لان احنا اعتبرنا الاصول دي اللي موجوده على السيستم مدام صاحبها اللي اصدرها هو اللي حطها هي دي الاصل. وافتراض حسن النيه. افتراض حسن النيه، وان شاء الله يعني تقريبا شهر ويشتغل نظام المخاطر الجديد. نظام المخاطر الجديد ده هيريح كتير جدا، بس طبعا علشان يكمل الشغل بتاعه لازم نقعد فتره تراكميه كده، الشحنات بتيجي والنظام نفسه بياخد البيانات من كل حاجه ويعرف يقولها دي ياخد منها ايه وما ياخدش ايه، مين اللي بعت حاجه مخالفه للورق،
مين اللي ادى معلومه مضلله، فده كله بقى بيبتدي يترصد. اما بيترصد احنا بنعرف نظبط نظام المخاطر، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا شغالين على حاجه اسمها العميل المميز. العميل المميز ده يعني ايه؟ انا في الجمرك كمستورد ممكن يكون فاعل اقتصادي. فاعل اقتصادي يعني انا ادخل ما اكشفش، اعدي، بيسموها خط اخضر، ان بضاعتي تيجي فانا راجل فوق مستوى الشبهات مميز فبعدي. بس احنا اتفقنا ان الورق مش انا بس اللي بشوفه، انا وجهات اخرى طبعا. طيب انا مميزه عند الجمرك، بس الجهه الاخرى اللي بتشوف معايا الورق على السيستم في وقت واحد كلنا متاح لنا الورق نشوفه، مش مميز. فانت مميز عندي بس عند التاني لسه، فهتنك قاعد مستني وقت التاني. بنعمل احنا ايه دلوقتي؟ بنحاول نقعد مع اكبر جهتين اللي هم سلامه الغذاء والصادرات والواردات، تعالوا نقعد نشوف حضرتك بتميز مين وانا بميز مين، ونحاول نوحد معاييرنا عشان المميز ده يبقى مميز عندنا كلنا. لان منطقيا ان الحكومه في اي جهه من الجهات بتميز لاسباب منطقيه ومعقوله طبعا، فلازم الاسباب المنطقيه والمعقوله دي تبقى عندنا كلنا. فخلينا المعيار واحد يعني بقدر الامكان. بقدر الامكان خلينا نوحدها علشان لما يدخل هو يحس بتميزه. طبعا. لان انا مهما اقول له يا سيدي انت فاعل اقتصادي وانت بالنسبه لي انا خلصت، احنا اللي في الوش في الاخر، ما خدش الافراج. انا ما اقدرش ادي الافراج غير ما كل الجهات اللي على الشهاده تدي الاكسبت بتاعها. طيب هنا يجي سؤال، هل الـ 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 المنظومه دي بانه تطبق بس على شخصيات اعتباريه شركات و و و ولا الشخص الطبيعي انا كفرد عاوز استورد حاجه، افترضنا هستورد عربيه، هستورد اجهزه منزليه ليا، هل اقدر امشي في نفس المنظومه نافذه و اي فندم نافذه مسيطره تماما وكارو اكس وكله الحاجات اللي هي الكبيره؟ في استثناءات بسيطه معموله لاغراض، يعني مثلا واحد احنا لسه ما دخلناش في الجوي، احنا ده كله شغالين بحري. بس في البدايه، في بدايه التطبيق علشان الدنيا تبقى بالنسبه للناس ما تبقاش حاضه قوي، عملنا استثناءات معينه. طب الترانزيت اللي بيعدي وبسرعه ده يلا خليه يعدي. في استثناءين، في ناس استثنينا انهم يدخلوا الاي سي اي اصلا، وفي ناس عملنا الاستثناء ان هو يعالج بطريقه خاصه. ايه بقى الاستثناء؟ يعني مثلا ما حد يبقى جاي من مينا هيوصل في 3-4 ساعات، ما اقدرش اطبق عليه واقول له انت تجيب لي الشغل بتاعك وكل حاجتك قبلها ب 48 ساعه. في حاجات ما تبقاش يعني ما تركبش على الكل، فالاستثناءات دي احنا اشتغلنا عليها كتير. أوكي. في الجوي جاي بقى حاجات اكتر طبعا، لانه ليه خصوصيه اكتر، هو حد بيجيب الحاجه ومستعجل عليها، حد دافع فيها اكتر، فلوس اكتر، وغالبا بتبقى حاجات شخصي، ما بتبقاش فيها تجاره كتير قوي، يعني يمكن الصادرات فيه كتيره طبعا. اكتر يعني بفكر الصادرات. لكن في مثلا ساحه اسمها 35 او المهبط بيسموها، اللي هي الواردات العاجله. الواردات العاجله دي كتاكيت عمر يوم، فدي لو قعدت مثلا لازم يجيبها بالليل عشان ما تبقاش الصبح حر يموتوا. فلازم تتعامل معاها انك هتخلصها وهي بتجري. النباتات زينه، في حاجات زي كده. لا قدر الله مثلا في يعني ده كله، دي كلها افكار احنا بنطرحها دلوقتي على المجتمع التجاري. بنقعد مع الغرف التجاريه، مع اتحاد المستثمرين، مع اتحاد الصناعات، ونقعد نسمع منهم. طب احنا يا جماعه عايزين ندخل الجوي، قولوا لنا كده تخوفاتكم، يمكن تكون حاجه احنا مش شايفينها. فكل واحد بيبتدي يقول التخوفات بتاعته. ابتدينا تدريب، ابتدينا نعرف الناس بالطريقه، بقى في اونلاين، بقى في تدريب اونلاين، وبقى في تدريب لا حضوري، تعالوا شوفوا. نعمل مثلا ممكن لو حد عاوز يعمل محاكاه لشهاده يتفرجوا ازاي بتتعمل، بحيث ان احنا لما نيجي يبقى في قرار ان احنا نبتدي اللقطه بقى الاختباريه. لان احنا لما اشتغلنا الاي سي اي ما نزلناش وقلنا يلا نشتغل اي سي اي، احنا الاي سي اي في 1/4/2021 قلنا يلا يا جماعه اللي عاوز يجرب يتفضل. 1/7 هنعمل الزامي. جم اخر اسبوع من 6 قالوا لا اصل احنا لسه، وكانت الناس مش مصدقه ان احنا نعمل. فناس كتير ما سجلتش، ناس كتير ما اتدربتش، ناس كتير ما استعدتش.
فقلنا طيب، فمعالي الوزير استجابة للمجتمع ابتدى يشتغل يوليو 21 وفبراير 22. تمام، ابتدى بقى يقول طيب عاوزين ايه، فقالوا لا عاوزين نأجل التطبيق شوية، فأجلناه وخليناه لغاية اكتوبر. ومن اكتوبر بقى خلاص بقى الزانية واشتغل الحمد لله بجد. يعني احنا في نافذة، اما اول ما اشتغلنا لانها كانت بداية الميكنة واجهنا مشاكل كتير قوي واحنا بنطبق، لان كان يعني يمكن انا قلتها اكتر من كذا مره في اكتر من لقاء، دايما بيبقى عندنا طريقتين في التطبيق، انك تكتب وتقول انا لازم اعمل كده وتبقى يعني على المسطره، وعلى المسطره يعني هتستنى ما تبقى بيرفكت في كل حاجه وتنزل تشتغل، او انك حطيت قدر كبير من التفاصيل ولكن ليس بالكامل، لان في حاجات قناعه مننا كلنا ان احنا ما هننزل على الارض هنواجه ونخبط في حاجات طبعًا كتير. فكان علينا نختار بين المدرستين، فقلنا يلا ننزل، ونزلنا واحنا جاهزين، مش معنى كده ان احنا مش واحنا نزلنا مش واحنا جاهزين ومدربين الناس، والناس كانت سجلت واخدوا توكن وكل حاجه تمام. اول ما نزلنا سوري ده في الاي سي اي، لكن في نافذه اول ما نزلنا واجهنا مشاكل كتيره جدا، والاعتراض كان كبير جدا، وابتدينا في مطار القاهره، وده كان تحدي بشع لانه كان هو اللي مستعجل. احنا كنا داخلين وكنا فاكرين ان هو البسيط، طلع ان هو تقيل. اوكي، ورب ضاره النافعه اما عدينا بالتجربه بتاعته، ورحنا بعد كده على اول ميناء بحري بورسعيد كانت هي برضو الاصعب. فادونا يعني ادونا خبره، ادونا ثقل في المنظومه، اشتغلنا اللي بعد كده بقى بسرعه، يعني لقينا الدنيا بقى خلاص خدتنا وجريت. بس في البدايه لا، اول 6 شهور كانوا صعبين جدا. طب هل واحنا بنتعامل في مكان لتعامل الافراد اللي جايين، واحد بيستورد عربيه من البلد الفلاني، واحد بيستورد جهاز او اجهزه منزليه من المنطقه العلانيه الى اخره، ودول افراد طبيعيين جدا، شخصيات طبيعيه، واكيد وفي مكان تاني للشخصيات الاعتباريه والمستوردين والشركات والمش عارف ايه. بص يا فندم، احنا كان في المكان بيجي لنا في المركز، احنا دلوقتي في الاي سي اي قلنا الناس كلها بقت بتحط الورق كله اونلاين من بره، والمستورد هنا لو عايز يحط حاجه بيسكنها من مكتبه ويعملها اونلاين. حلو، ما بقاش يجي اونلاين، مش حد بيروح. اللي بيروح ده بقى ليه؟ في حد بيروح مثلا هو مش يعني عنده مشكله في النت، عنده عاوز لا يسلم ورقه ما، في مجموعه اللي هي بتاعه الاتفاقيات، الاتفاقيات الدوليه طبعا احنا ملتزمين بيها طبعا، ففي شهاده منشا لازم تتسلم للاتفاقيات دي، فما نقدرش نخرج عن الاتفاقيه غير بملحق للاتفاقيه او بتوافق بيننا احنا والجهه الثانيه. الى هذا الحين لا، الورقه دي بناخدها، فالناس اللي عندهم شهادات من النوع ده بيجوا يسلموا الورقه دي مثلا. لكن خالص مش زي الاول، زي الاول الناس كانت بتيجي تفتح الملف، بتيجي تفتح الملف وتقدم الورق، صحيح في شباك واحد بس كان بيجي، كنت بعمل له ملف كده ونحطه في ارشيف، صحيح ارشيف شيك بس كان ارشيف ورق، ارشيف دلوقتي ارشيف الكتروني، ما عادش عندي ورق. بتقدر تتابع الشحنه بتاعتك اونلاين وتشوفها بتتحرك ازاي، ورسائل على الموبايلات بتروح لهم، النهارده الكشف، بكره هتيجي تفرج، بعده يعني بنقول له كل مرحله انت وصلت لفين، وصلت تعالى اكشف، تعالى ادفع، طب تعالى افرج. بطبيعه الحال ما بقتش كمان محتاجه ان انا ابرنت اوت حاجه، يعني كل حاجه موجوده قدامي على التليفون. من مكتبه يقدر لو انا عاوز يعني مكتبه. بس الحاجه موجوده كمان على تليفوني، فلو في رقم صادر زي زمان ورقم وارد برضو زي زمان، كل ده خلاص بقت حاجات موجوده يعني قدامي هنا. مش متاح ورقيا ولا محتاج انه يروح للمركز، يقدر يعمله من مكتبه من مكانه. اوكي، يعني انا ما بقتش محتاجه اروح، انا بخلص كل حاجه ولما بس حضرتك طبعا بتروح الساحه عشان تستلم بقى الورق، علشان التجار احنا في قانون الجمارك علشان افتح حاويه كبيره فيها شغل انا ما ينفعش افتحها لوحدي، انا بفتحها انا لازم والجهات بحضور. صاحب الشأن لازم يبقى حاضر طبعًا، عشان يبقى متاكد ان هو اللي فتحناه هو اللي لقيناه. فدي حاجه هي دي طبعا لازم يجي، لازم يبقى موجود، هي بتبقى لقطه يجي يفتح الحاويه بيمشي، وده طبيعي بالمناسبه، هو لو ما قلنالوش كده يبقى في حاجه مش صح، وهو لو مش عاوز يجي برضه كده في حاجه غلط جدا بتحصل. هنستنى قافلينها مش هنفتحها، هنستناه. لا طبعا، لا طبعا.
طب هل بتبقى كل الحاجات واضحه قدامي كفرد او كشخصيه اعتباري، افترض ان انا جديد على السوق بتاع الاستيراد، او انا كفرد لسه برضه اول مره استورد؟ اصل مش كلنا كافراد بنروح نستورد عربيه ولا بتاع، ممكن تبقى حاجه جديده عليا. بتبقى كل حاجه بالنسبه لي على الويب سايت وعلى الابلكيشن واضحه، يعني سعر العربية يبقى جمركها يبقى كذا، لو هي جاية من الاتحاد الأوروبي، لو هي جاية من آسيا، لو هي جاية من أمريكا، لو هي جاية مش عارف إيه، يعني تبقى كل شيء الفلوس اللي هدفعها رسوم وخلافه طول الوقت، الحاجات بتبقى قدامي علشان ما يجيليش حد يفهمني شيء بعيد عن الواقع والحقيقة. بص يا فندم، هو في حاجة اسمها منشورات سعرية، والناس تقدر بيبقى عارفينها، الزملاء المستخلصين عارفينها تماما. لكن اصحاب الشأن اللي بيوكل مستخلص طبعا ممكن ما يبقاش عارف، لكن لو حب يعرف هيعرف. بيدخل على المواقع ويعرف يطلع منشور سعري بتاع ايه ويطلعه. ولكن المعاينه بتفرق في حاجات، المعاينه بتفرق في حاجات، فدي ممكن تزود بيبقى فيها تسويات مبالغ، والمفروض انها تبقى بسيطه. يعني لو البيانات كامله مظبوطة المفروض ما فيش أي فرق. يفتح يلاقي اللي في الورق في الحاوية، شكرا إفراج، توكلنا على الله. ده ما يمنعش إن يعني أنا عايزة بس يعني مش عايزة أتكلم وأحس إن الدنيا إيه وردية آخر حاجة. أكيد في معوقات، إحنا مش بيرفكت، بس بنتعامل معاها طبعا طبعا طول الوقت. أنا يعني بص أنا بعترف إن إحنا كل يوم بنقابل تحدي جديد، وما بخلص التحدي بتاع النهاردة هلاقي تحدي تاني بكرة، وتطوير كده طبيعي، التطوير ما بيوقفش أبدا طبيعي. وكل يوم بطمع إن أنا عايزة أعمل حاجة أحسن وأحسن وأطورها. الأول كانت نافذة وكنا راضيين والدنيا جميلة، وزمن الإفراج نزل، دخلنا بـ ACI العالم كله يعني بيشهد إن إحنا أنجزنا فيه أنجز يعني كبير. أوروبا علشان تعمله هتقعد لسه 2024، احنا ضن احنا خلصنا. احنا قبل اوروبا؟ لا قبلها. بجد؟ بجد والله العظيم انا فرحان بجد، مش يعني طبعا طبعا، بس يعني خليني اقول ايه، احنا كمان لما تكتمل المنظومه، احنا التوجيهات اللي عندنا بنهايه شهر 6 التطوير يبقى تم بقى ووضح. حضرتك طبيعي ان بيبقى عندك دوره اجراءات، في ناس بتقعد تلف كده وتقول لك لسه في ولسه في، فاحنا في حاجات لسه موجوده، بس امتى هتحكم؟ اخر 6 وده مش بعيد، خلاص ما بتكلمش على الزمن يعني. هتبقى اتحوكمت واتقفلت، خصوصا مع التوجيهات بان احنا نظبط المعايير وندخل قصه المعايير في البدايه قبل ما السلعه تيجي، علشان السلع الرديئه ما تدخلش للسوق. صح. ويبقى عندنا حاجه يعني طليق بينا كشعب وكبلد. احنا بجد المواصفات بعد كده اللي هتيجي مواصفات اتحاد اوروبي؟ يا فندم، احنا عندنا في الهيئه عامه المواصفات في مواصفه مصريه، ولما يبقى مثلا عندهم 1000 ل 1000 صنف، الصنف اللي ملوش مواصفه فبيخيروا اللي جايبها، عندك مواصفه اوروبيه، عندك مواصفه امريكيه، شوف انت هتجيب بانهي مواصفه وقول لنا. دي احنا حتى كان لسه النهارده الصبح بنعمل عاملين اجتماع عليها، وتم التوافق ان احنا دي هتتعمل مش بعد ما الحاجه تيجي واشوفها المواصفه دي مطابقه ولا لا، لا قبل ما هدي رقم الاي سي اي دي اكون اتاكدت ان المواصفه موجوده. وبرده احنا بنتفق، احنا كل كلامنا مستند طبعا، لان هو ده اللي في ايدي، بس البضاعه ما هتيجي الناس اللي ثبت مصداقيتها تتأكد انها كل يوم بيعدي عليها وتجيب شحنة سليمة بياخد هتجري ميزة. بعد كده هتجري بعد كده، لان انا تاريخها عندي رصداه شايفاه، فانا التاريخ ده هاخده وكل يوم ازود عميل مميز عندي، الراجل ده جاب كام شحنة ما عندوش اي مشكلة، اللي يخليني كمان افتح الحاوية. ده بعد كده بيخش على فاست تراك بقى، خلاص هيدخل على جهاز الاشعة ويتفضل. مزيكا والله، مزيكا. انا عايز اشكر حضرتك جدا 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 دكتور منى، حقيقي بجد يعني، وبعدين انا مبسوط وبعدين مبهور، وبالذات لما عرفت ان الاي سي اي عندنا قبل اوروبا، فانا ببقى سعيد بالحاجات دي جدا. عندي روح منافسه كده طول الوقت. كل الشكر ليك يا دكتور، كل الشكر دكتور منى ناصر مساعد وزير الماليه للمتابعه والجمارك، اللي بيحصل ده كلام
رائع عظيم مزيكا، فلنحسن استخدامه بعد إذن حضراتكم. هنستأذن نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مع مولانا الدكتور أحمد كريم، ينورنا فورا بعد الفاصل.